هنا مقالة يا شيخ صلى الله عليه، ما ندري ما قولكم فيها. وهي يقول صاحبها إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طريقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. كلام قبيح، كلام قبيح، سب لمعاوية، سب لعمرو بن العاص، كل هذا كلام قبيح، كلام منكر. معاوية وعمرو ومعهم مجتهدون أخطأوا، الله يعفو عنا وعنهم. قوله نفاق الشيخ ما هو تكفير يا شيخ؟ قوله نفاق الشيخ ما هو تكفير؟ في قوله أن فيهم نفاق يا شيخ؟ هذا على كل خطأ، غلط، ما هو تكفير منه لا. ما يعني ما يكون صحيح. لأن السب لبعض الصحابة، واحد من الصحابة ممكن وفش يستحق أن يؤدب عليه. طيب، نسأل الله العافية. إذا يا شيخ لا يكفر من شتم أحد الصحابة؟ يؤدب. الواحد الواحد او الاثنين لا، ما يتعب عليك. وانما اذا سب الاكثر او فسقهم يرتد، لانهم حماس الشرع. اذا سبهم معناه قدح الشرع. لكن احسن الله اليك. ابغضهم. احسن الله اليك. ما ينهى عن هذه الكتب التي فيها هذا الكلام؟ ما ينهى عن هذه الكتب؟ ينبغي تفسق. هذا في جريده ولا؟ في كتاب احسن الله اليك. من هو ذا؟ لسيد قطب. هذا كتاب قطب؟ اي نعم، في كتب وشخصيات. في كتابه كتب وشخصيات.